بيكم. هنحضر في فيديو النهاردة تشيكن تندوري. هنعمل التندوري بأبسط طريقة ممكن تعملي بيها تندوري، مكونات بسيطة جدا ومن أحلى الفراخ المشوية اللي ممكن تاكلوها في حياتكم، ومن أحلى الوصفات في المطبخ الهندي اللي أنا بعشقه. هنعملها مع بعض عشان تعملي تندوري أحلى من أي مطعم في مصر. كملي الفيديو معايا ده لحد الآخر. أنا بسمة الفيوم، لو أول مرة تشوفوني اعملوا سبسكرايب أو اشتراك، وفعلوا علامة الجرس لو حابين يوصلكوا إشعار بكل فيديوهاتي الجديدة، وما تنسوش لايك وشير للوصفة لو عجبتكم. ويلا بينا نبدأ وصفتنا. أول حاجة معنا المقادير، هنحتاج كيلو من دبابيس الفراخ. ممكن تستبدلي الدبابيس دي بفرخة كاملة، بوراك، بأي حاجة أنت بتحبيها. أنا غسلتها كويس جدا، أنا قعتها في مية وخل وملح وسكر، وشلت الجلد بتاعها ونشفتها كويس جدا جدا. في التندوري بنشيل الجلد، يعني أي فراخة تستخدميها شيل الجلد بتاعها. نحتاج كمان 2 كوباية من الزبادي اللي هي تقريبا 105 جرام. هنحتاج 2 معلقة كبيرة من الثوم المفروم، و2 معلقة كبيرة من الجنزبيل المفروم، وما ينفعش نبدل الجنزبيل الفريش بجنزبيل بودر في الوصفة دي. هنحتاج كمان 2 معلقة صغيرة من عصير الليمون، و2 معلقة كبيرة من الزيت أو الزبدة، وزيت نباتي بلاش زيت زيتون، زيت الزيتون مش حلو في الأكلات الهندي. التوابل بقى بتاعتنا، هنحتاج معلقة كبيرة، معلقة صغيرة من كل من كمون، كزبرة، كركم، كاري، بابريكا، وملح، وجرمسلة. انا استخدمها تقريبا من معلقه صغيره لمعلقه ونص صغيره. لو كمان مش متوفر عندك الجرمسلة ممكن تشيليها وتستغني عنها. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنخلط كل مكونات التتبيله مع بعض. حطيت التوابل بتاعتي، حطيت الثوم، وحطيت الجنزبيل. وجنزبيل الفريش بياخد الوصفه لحته تانية خالص خالص، هو حلو جدا. وضفت الزيت، وضفت الزبادي، وهقلب كويس جدا، وضفت كمان عصير الليمون. هخلطهم كلهم مع بعض كويس، وكده التتبيلة بتاعتي بقت جاهزة. دي من أحلى تتبيلات الشواية يا جماعة. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ بالسكينة، وهعمل فتحات في الفراخ توصل لحد العظم بتاع الدبوس. يعني أنا بوصل بالسكينة لحد العظم، عايزة التتبيلة تخش جوه الفراخ كلها. وهبدأ أحط التتبيلة على الفراخ وهغلفها بيها كويس جدا جدا بإيديا كده، وهدخل التتبيلة في كل فتحة عملتها من فتحات الدبابيس بتاعتي. بس كده تمام، هغطيها كويس جدا، وانا هسيبها ليله كامله في التلاجة. اقل حاجه سيبيها في التتبيله دي 4 ساعات، ويفضل تعمليها وتسيبيها ليله كامله لانها بتدي نتيجه احلى جدا. ده بعد ليله في التلاجة خدت بقى لون التتبيله وطعمها كله، هتدي لون حلو جدا جدا في الشوى. بصوا الفراخ اصلا كلها بقت لون التتبيله بتاعتي. الفرخة صحيح كده هتقع مني. يلا بقى ندخلها الفرن. هنعمل ايه؟ على شبكة، اي شبكة عندك تقدري تستخدميها، المهم انها تبقى عالية شوية عن الصاجة اللي انت مستخدميها، اي حاجة. وهبدأ ارص الدبابيس بتاعتي. بس بعد ما رصيتها هعمل ايه؟ هاخد بواقي التتبيله وبفرشه وهغلف الفراخ كلها بالتتبيله. الخطوه دي مهمه، التتبيله هتحافظ على الفراخ انها ما تنشفش، لاننا شايلين الجلد بتاع الفراخ، مش زي التتبيله، مش زي الشاوي العادي بتاعنا احنا بنسيب الجلد بتاع الفراخ، لا لازم اغطيها كويس بالتتبيله. هضيف ايه بقى؟ هضيف كوبايه من الميه المغليه في الصينيه بتاعتي من تحت عشان احافظ على الرطوبه بتاعه الفراخ وتفضل طريه وما تنشفش مني. دي خطوة مهمة جدا بعملها في أي فراخ مشوية بعملها، لازم أحط مية كده في الصينية بتاعتي عشان الفراخ تفضل طرية وما تنشفش مني في الفرن، تاخد سواها المظبوط وفي نفس الوقت ما تتحرقش ويبقى لونها حلو جدا. هدخل الفرن على درجة حرارة 240، وهسيبها وهقلبها مثلا بعد ساعة لحد ما تاخد لون من كل الجوانب. بصوا الفراخ بتاعتي حلوة جدا، مش قادرة أوصف لكم الريحة عاملة ازاي، الريحة خطيرة جدا. والفراخ يعني ما تقلقوش ان شيل الجلد من على الفراخ وهي بتتشوي، مش هينشفها خالص، التتبيله والزبادي هيحافظوا عليها جدا، هيدوها طبقه كده من بره حلوه ومن جوه مستويه جدا جدا وخدت وقتها في التتبيل. وما تقلقوش حتى لو انتوا عاملين فرخه كامله برضو هتاخد، هتستوي وهتبقى حلوه جدا زي ما عملنا قبل كده مع بعض الفراخ المحشيه في الفرن واستوت ومبقاش فيها اي مشكله. انا بفضل في التندوري ان انا اعمل الوراك، الصراحه انا بحب الوراك جدا او الدبابيس، يعني انا مش بفضل الصدور قوي في الشوي، عامه مش بفضل الصدور، يعني هتلاقوا اغلب وصفاتي انا بستخدم الوراك او الدبابيس، مش بحب الصدور قوي، بس تقدروا طبعا تستخدموا الصدور.
المهم الفتحات فيها تبقى كويسه اللي بنعملها في الاول في السكينه، ومهم ان التتبيله تبقى واصله لكل الفراخ من جوه ومن بره. بس اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، اتمنى تجربوها وتقولي لي رايكم فيها ايه. وما تنسوش بقى التندوري ده يتعمل جنبه شويه رز هندي، يتعمل جنبه خبز النان اللي عملناه قبل كده، هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف تحت الفيديو، كمان هسيب لكم المقادير وكل التفاصيل في صندوق الوصف تحت الفيديو. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، ما تنسوش اعملوا سبسكرايب او اشتراك وفعلوا علامه الجرس. اشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات جديده، وباي باي.